يعمل فريق من الباحثين في شركة ميتا على تطوير تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي يمكنها قراءة أفكار البشر وترجمتها إلى كلمات مفهومة. انتهى العلماء في هذه المرحلة إلى أن يكون النظام قادراً على قراءة الكلمات في الدماغ من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي وإعادة إنتاجها خارجياً في شكل نص أو ملف صوتي. ومن المنتظر أن ينتقل الباحثون إلى مرحلة أكثر تقدماً. هذا النظام من شأنه أن يصبح أداة اتصال لجميع المرضى غير القادرين على التحدث أو الكتابة أو التواصل بلغة الإشارة. وتثير أيضاً العديد من المشكلات الأخلاقية لأنها تسمح بالدخول إلى أدمغة الناس وقراءة خواطرهم.